خير الدين زوتشي، هذا الاسم الذي طفى على المشهد الكروي في الجزائر منذ سنة 1994 ذكرى تأسيسه لنادي بارادو ودخول العالم الذي فضل الرجل من أجله صناعة أمجاده بعد تحقيقه الصعود للقسم الأول 10 سنوات فقط من تأسيسه للفريق، وكان ذلك سنة 2005، لكنه لم يستطع الحفاظ على المكسب ونزل مع الفريق حتى إلى القسم الثالث، أمر دفع بالرئيس خير الدين لتغيير فلسفته الكروية ودخول عالم التكوين وتأسيس أكاديمية بارادو بالتعاون مع الإخوة جيو التي لم يمر عليها الكثير من الوقت لتصبح الخزان الأول للبطولة الوطنية، وسط تألق ملفت للانتباه لخريجي الأكاديمية في صورة منصوري وغاغا، بالإضافة للاعب اتحاد الجزائر بنغيث ومهاجم نصر حسين داي دواجي، ليصل بهم الحظ لطرق أبواب أوروبا بعد تألق رامي بن سبعيني مع رانا الفرنسي ويصبح قطعة أساسية في الخط الخلفي للمنتخب الوطني. ومن آخر إنجازات الرجل هو إعادة نادي بارادو للقسم الأول في الموسم الحالي قبل نهاية المنافسة ب5 جولات كاملة وتصدره للرابطة المحترفة الثانية موبيليز. إنجازات خير الدين زوتشي مع نادي بارادو جعلت الكل يرى أنه المنقذ والوحيد الذي يمكنه إنقاذ كرة القدم الجزائرية، وأنه الأجدر بالجلوس على كرسي رئاسة الفاف وخلافة محمد روروة، والأنسب لإعادة الهيبة للاعب المحلي التي ضاعت منذ سنوات، لتبقى الأيام وحدها هي الكفيلة بإثبات نجاح مشروع خير الدين زوتشي وتكرار إنجازه مع فريق بارادو.